مركز التميز للتوحد، ومع مقالة جديدة بعنوان لماذا يصعب على أفراد ذوي التوحد التواصل البصري؟ إلى كل من يستمع هذا المقال، يجب عليك ألا تجبر أفراد ذوي التوحد على النظر في عينيك. بدلا من ذلك، حاول إيجاد طريقة أخرى للتواصل معهم بشكل أفضل. هذا المقال مكتوب بقلم الدكتور كيري ماجنو. فيما يلي، هناك 5 أسباب تجعلنا لا نجبر أفراد ذوي التوحد على التواصل البصري. أولاً، من الممكن أن يكون مشتتاً للانتباه. على سبيل المثال، عندما أكون غير مرتاح في محيط جديد، أستغرق وقتاً حتى أتمكن من معرفة المحيط، فغالباً ما يكون هناك شخص يرغب في التحدث معي، مما يجعلني أعتقد أنه يجب علي التواصل بالعين، وهذا يعوق قدرتي على مشاهدة المحيط من حولي. ثانياً، القلق الاجتماعي. محاولة التحدث مع معالجة ما يجب علي قوله مع الحفاظ على التواصل البصري، أشعر وكأنها مهمة متعددة الأبعاد. لكن عندما يكون بإمكاني التحدث دون الحاجة إلى التواصل البصري، فإن التواصل والاستماع يكون أكثر إدارة. ثالثاً، التواصل غير لفظي. يعاني أفراد ذوي التوحد من مشكلات في تعابير الوجه ولغة الجسد. رابعاً، الإرهاق الشديد. كنت أعتقد أنه من القواعد الاجتماعية أن أنظر إلى الشخص في عينيه، وإلا سأكون غير مهذب. خامساً، مشاكل حسية. إذا كنت في مكان أضواء ساطعة، سأضطر إلى النظر في الأرض إذ لم يكن لدي نظارة شمسية، إذا لا تسمح لي الأضواء العالية بالتواصل البصري. وعلى الرغم من وجود هذه التحديات، إلا أن العلاج المسرحي ساعدني في تطوير التواصل البصري مع مرور الوقت. وفي الختام، انتظرونا الأسبوع القادم مع مقالة جديدة. والمزيد من المقالات يمكنكم زيارة موقعنا، موقع مركز التميز.